الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مجاهد رحمه الله تعالى أربع آيات في هذه السورة نعت الله بها المؤمنين، وآيتان نعت الله عز وجل بها الكافرين، وثلاث عشرة آية نعت الله بها المنافقين. وذكرنا تكلمنا على الآيات التي نعت الله عز وجل، الأربع آيات التي نعت الله بها المؤمنين في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، الموصفون بهذه الصفات أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه أربع آيات في المؤمنين. وأما في نعت الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا ينفع معهم شيء، الإنذار وعدم الإنذار سواء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، أي في الآخرة.
ثم نعت الله عز وجل المنافقين بثلاث عشرة آية، واستطرد الله جل وعلا في وصف المنافقين ولم يستطرد في وصف الكافرين، لأن الكافر أمره معروف للناس، ظاهر يهودي أو نصراني أو عابد للوثن أو الحجر، لا يخفى أمره على المسلمين. لكن الإشكال في هؤلاء الذين يدعون الإسلام ظاهرا وهم كفار به باطنا. فاستطرد الله جل وعلا في وصف هؤلاء المنافقين، وذكرنا بأن الله جل وعلا أنزل فيهم أنزل فيهم سورة كاملة تامة، وهي من أواخر سور القرآن نزولا، وهي سورة براءة، وكم عدد الله عز وجل فيها من صفاته، وكم كشف الله فيها من أسرارهم وهتك من أسرارهم. والنفاق داء عضال لخطره على المسلمين، كما قال جل وعلا: هم العدو فاحذرهم. هم العدو، حصر الله جل وعلا العداوة فيهم على أن العداء كثر، يعني عداء المسلمين كثر، كل الكفرة عداء للمسلمين والظلم والفجر، لكن هؤلاء أيضا عداوات، لكن عداوة هؤلاء تختلف عن غيرهم. هم العدو فاحذرهم، يعني الخطر، كل الخطر من هؤلاء، فاحذروهم. قاتلهم الله أن يؤفكون، أن يقلبون الحقائق عن موضعها، والإفك وقلب الحقائق عن موضعه. فكيف انتكست فطر هؤلاء فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهم يخادعون الله جل وعلا ويظنون أنهم يخدعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. فلذلك استطرد الله جل وعلا في وصف المنافقين. وأصل النفاق مأخوذ من يعني نافقاء اليربوع، واليربوع حيوان صغير مثل الضب، وهذا الحيوان له يعني خصيصة. هذا الحيوان يحفر في الأرض جحرين، جحر يدخل منه وجحر ويحفر جحرا يدخل منه وجحرا آخر يخرج منه، فإذا هجم من جهة خرج من الناحية الأخرى. هذا شيء. فكذلك المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. لو كلمته في الإسلام يقول لك: والله أنا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. أيضا الخصيصة الأخرى لليربوع، هذا الحيوان، هذه الدويبة، أنها تحفظ في الأرض جدا، وتبقي قشرة رقيقة على وجه الأرض من التراب، فإذا حست بخطر طلت برأسها وأزالت هذا التراب. فالظاهر أمام الناس فيه إيه؟ التراب، والحقيقة الحفظ. فهنا سمي المنافق منافقا من هذا الجحر الذي يسمى النافقاء، هذا الجحر الذي تحفظه اليربوع نافقاء. فلهذه الخصائص هي تظهر التراب، لكن في الحقيقة في حفرة تحت التراب. هذا هو هكذا المنافق، فيظهر الإسلام ويبطن الكفر بالله عز وجل. وذكرنا بالأمس قصة النفاق، وكيف حدث النفاق في المدينة، وأن ابن أبي هو اللي تولى القصة هذه وأتباعه وأشياعه. ولما حدث ما حدث في بدر، وأظهر الله عز وجل الدين وعز نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، قال ابن أبي: هذا أمر قد توجه، مش هينفع بقى، مش هيعادي كما كان يعادي في البداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو مر عليه يقول: لا تعفر علينا بغبار حمارك، حتى وثب عليه صحابي قال: والله لغبار تراب رسول أطيب منك. نعم. وهم أن يعني يؤذيه بالضرب، بعد أن كان يعني كاد أن يتوج ملكا عليهم. فهنا لذلك استطرد الله جل وعلا في وصف المنافقين، وهذا بيان من الله جل وعلا. لو كان يعني انظرونا كيف قابل الله بين آيتين للكافرين، وبين أربع آيات، وبين يعني 13 آية في المنافقين. وابتدأ الله جل وعلا بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لا إله إلا الله. ومن الناس، بعض الناس، من هنا تبعيضية، يعني ليس كل الناس هكذا بفضل الله.
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ومن الناس بعض الناس من يقول، كيف تعرف من الطبعوديه من غيرها؟ ضع 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 بدل من، انظر في التفسير او المعنى بعض، يصح المعنى ولا لا. بعض الناس يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، يصح المعنى ولا لا؟ يصح المعنى. اذا من هنا طبعوديه. ومن الناس من، اسم موصول، من هنا معناه ايه؟ صيغه عموم ولا لا؟ يبقى يشمل في هناك من المنافقين الرجال ويشمل ايضا النساء، يعني نقول من هذه اسم موصول صيغه عموم يشمل رجالا ونساء. ولذلك الله جل وعلا توعد الله عز وجل المنافقين والمنافقات، نعم، ليعذب الله المؤمنين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. إذا توعد الله جل وعلا إن في كما أن من الرجال يعني يا منافقين، فمن النساء أيضا منافقات، ولذلك توعدهم الله جل يعذب الله المنافقين والمنافقات. إذا من هنا عموم، استغفر الله، من هنا عموم. ولا تعجب، في نساء سبحان الله بتكره الإسلام كره يعني كرها شديدا وبغضا شديدا، وهي متسمى بأسماء مسلم، تكره الإسلام في كل موطن وتهاجمه في كل وتجاهم وتهاجم الثوابت، وتقول لك والله أنا مسلم، والحجاب تسخر من الحجاب وتسخر من كل شيء وتسخر من أمر الله جل وعلا، وتقول لك والله يا وادل إيه الرجعية اللي أنتم فيها دي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة. ولماذا سماه الله يوما آخرا؟ لأنه لا يوم بعده. نعم، ولذلك سماه الله جل وعلا يعني وصفه بإيه؟ بالعقب في سورة الحج. نعم، لأنه ليس بعده يوم آخر. واليوم يسمى يوم بليلته السابقة، فيوم القيامة كان يوما أخيرا لأنه لا يوم بعده، ووصفه الله عز وجل بالعقب لأنه لا يوم بعده كذلك. والليلة السابقة هي ليلة حدوث القيامة، والقيامة لا تقوم على الناس إلا في يوم جمعة، فيه خلق آدم وفيه نفخ فيه الروح وفيه أهبط آدم، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بالله، يعني توحيد الله، يعني إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتوحيد والإيمان، ويعني الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، واليوم الآخر البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، يعني كل شيء. من يقول، وتأمل، هو المسألة هي قول، هم ظنوا هؤلاء المجرمين، ظن هؤلاء المجرمون أن المسألة هي إيه؟ هي الأقوال باللسان، كما قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، باللسان، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذلك هنا كانوا يقولون فقط باللسان. ولذلك قال الله جل وعلا حكم عليهم بماذا؟ وما هم بمؤمنين. لماذا حكم عليهم بذلك؟ لأنها كذبت أعمالهم أقوالهم، وما هم بمؤمنين في الحقيقة. إذن هم مؤمنون في الظاهر، لكن في الحقيقة قلوبهم كافرة بالله سبحانه وتعالى، صلى الله السلامة والعافية. ولذلك هنا المنافق عنده إشكالية، عنده إشكالية بين الظاهر وبين الباطن. فلما تكون هناك الكافر يعني المؤمن يتسق ظاهره مع باطنه ولا لا؟ المؤمن يتصف ظاهره مع باطنه، نعم، كما قال الحكيم العربي وسري كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري. طيب، والكافر أيضا يتسق ظاهره مع باطنه، هو كافر، عبد وثن عبد حجر يقول هو كافر. لكن المنافق هنا لا يتسق ظاهره مع باطنه، فعنده بطن شيء وظاهر شيء، ولذلك احيانا لازم لابد يخرج مني ولا يعني ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم، لان هو ما عندوش تناسق بين الظاهر وبين الباطن. ف
فلابد يخرج من بين فلتات اللسان ما ينبئ عنه، لأنه هو بيجتهد، نعم، لكن مرة تصيب معه ومرة تخيب. فلذلك الله جل يقول ولا تعرفنهم في لحن القول، هيخطئوا أمامك أخطاء تخرج من أقوالهم، أم يعني أمور تنبئ عما في قلوبهم. وأعجب لهذا كما قال يعني ياسمر بن عفان رضي الله عنه، أبو الأصر عند البخاري في صحيحه، ما أصر أحد سيئة إلا ألبسه الله رداءها على دين، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني إلا في الداخل ما أصر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، هيلبس رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك حكم الله جل وعلا عليهم وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان ليس بالتمني، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا باللسان ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك بالعمل والنتيجة وما أولئك بالمؤمنين. الأعمال كذبت الأقوال، يعني ما وما تغني الأقوال، الأعمال كذبت أقوالهم. هم يقولون آمنا بالله واليوم الآخر ويسب في المؤمنين ويسب في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في أحكام الإسلام ويطعن في القواعد ويطعن في التوحيد، كما سخروا من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. يخوضوا ويلعبوا في إيه؟ في ماذا؟ سخروا من قراء الصحابة، القراء في الصحابة أطهر الأمم بعد الأنبياء والقراء فيهم سخروا منهم. قال ما أعظم قراءنا هؤلاء بطونا وأكذبهم ألسنا وأجبنهم عند اللقاء الصحابة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نعم، قال يا رسول الله والله إحنا كنا نسير يعني نقطع الطريق بحديث الركب ويعني نتحدث كده، فنزل قول الله جل وعلا ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. هو ده في أيه؟ وهذا مادة، هل هذه مادة استهزاء؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإنك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فلا يستهزئ بالله ولا برسوله صلوات الله وسلامه عليه ولا بشعائر الإسلام ولا بشعيرة واحدة من شعائر الإسلام إلا الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. لذلك حكم الله عز وجل وما هم بمؤمنين. وتأمل حكم الله جل وعلا، لم يقل وما يعني هؤلاء لا يؤمنون، لا، حكم عليهم بالجملة الإسمية والجملة. وما الفرق؟ وطبعا نقل كلامهم إيه؟ بالجملة الفعلية. ومن الناس من يقول آمنا، أو يقول جملة فعلية، والجملة الفعلية فيها إيه؟ تجدد وحدوث. لكن لما حكم عليهم بالوصف الثابت المستقر بالجملة الإسمية وما هم بمؤمنين، جملة إسمية تفيد الثبات والتمكن، إذن الوصف ده متمكن فيهم وثابت عليهم. طب والذي أظهروا؟ لا، الذي أظهروا هذا مجرد قشرة خارجية تخالف مكنونات النفوس. يخادعون الله والذين آمنوا. والمخادعة يخادعون، يعني يخادعون ده يفاعل، وطالما في مفاعلة يبقى تقتضي ايه؟ تقتضي طرفين. يعني حين اقول لك ضربت اخاك، نعم، وجالست اباك، يبقى تعرف ان في ضربت اخاك، يبقى حصل مضاربة بيني وبين اخيك، في مضاربة. اما اذا الفعل في المفاعلة من ايه؟ من طرفين. اما اذا كان الفعل من طرف واحد يختلف الاسلوب، اقول لك ضربت اخاك، يبقى انا اللي ضربت بس، نعم. وجلست الى ابيك،
يبقى أنا جلست عند أبيك، لكن ما أقول ضربت أخاك، جالدت فلانا، يبقى دي معناها في طرفين هنا بتصور. هنا نفس الكلام، يخادعون الله والذين آمنوا. طيب هو بيخادع الله في إيه؟ ممكن يخدع المؤمنين، بس يخدع ربنا في إيه؟ كيف يخدع الإله العليم الخبير في ظنه؟ ما هم من خزي هؤلاء ومن شقاوة هؤلاء كما ذكر الله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هم خايفين أحسن، هو حينزل سورة سبحانه وتعالى فينا ولا إيه؟ فهو فاكر أنه في ظنه أنه هيخادع رب العالمين سبحانه وتعالى، يخدعه. والعرب تقول: من خدع من لا يخدع فإنما خدع نفسه. لماذا؟ لأن اللي بيتخدع من اللي هو إيه؟ إنسان الغر الذي لا علم له بالبواطن. أما عالم السر وأخفى الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ده بيخدع مين ده؟ ولذلك الله جل وعلا يقول: حكم لهم يخادعون الله والذين آمنوا في ظنهم. طبعا يظهرون الإسلام. ابن أبي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ومعاه ثلث الجيش، والمسألة مرتبة جيدا، ثلث الجيش في التوقيت ده اللي كل الحرب بتعتمد على قوة السلاح وعلى قوة وعلى الذراع، فلما يرجع بثلث الجيش يبقى عمل نكاية لا يعلم حجم هذه النكاية إلا من كان عنده علم بالفنون العسكرية. ده هو خرج وليته ما خرج، ده عمل خلخلة وبرجلة في الصفوف وأشاع في نشر الخوف والهزيمة، ده كان أثر عظيم، أثر نكاية كبيرة جدا. ولذلك الله جل وعلا يقول: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، وفي قراءة: وما يخادعون إلا أنفسهم. والقراءتان متواترتان، والمسلك الذي سلكه الطبري رحمه الله تعالى يقول: والقراءة، وأنه بيصح قراءة وما يخدعون إلا أنفسهم، ويضعف قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم، لأن الله جل وعلا يعني كيف يثبت لهم أنهم يخادعون وكيف ينفي عنهم أنهم يخادعون؟ لا، هو القراءة متواترتان، والمسلك الذي سلكه الطبري رحمه الله مسلك غير سديد، وهذه من سقطات رحمه الله تعالى مع علو قدره. نعم، لأن القراءة سنة متبعة. نعم، يعني ليس هناك، لا يتطلب راجحا ولا مرجوحا، وإنما القراءات تقرأ كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فالقراءتان صحيحتان. الحقيقة: وما يخادعون إلا أنفسهم، يبقى هو بيخادع نفسه، هو مش بيخادع رب العالمين. وما يخدعون إلا أنفسهم، مش لأن يخدع إلا نفسه. لماذا؟ لأنه يخادع العليم الخبير الذي يعلم السر والخفى. ولذلك حكم الله جل وعلا وقال: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ونفى عنهم هنا، نفى عنهم الشعور، والشعور يعني الفطنة. شعرت بالشيء إذا فطنت له، ومنه سمي الشاعر شاعرا لأنه يفطن إلى معان ويصيغ هذه المعاني في قوالب لا يحسنها كثير من الناس، فلذلك يسمى شاعر. نعم، فلذلك الله جل وعلا نفى عنهم الشعور. هي الناس بتحس؟ هو لو كان عنده شعور كان يخادع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا، هو في ظنه. ولذلك الله جل وعلا يقول: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يحلف رب العالمين يعني فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء كما كانوا في الدنيا. ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذا نفى الله جل وعلا عنهم الشعور، وفي الحقيقة ربنا اللي بيخدعهم، وهيحصل لهم والجزاء من جنس العمل. نعم، يعني سيفعل بهم هذا يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا
نقتبس من نوركم. في الحشر يوم القيامة ليس هناك هذه الأنوار، الأنوار التي تضيء ما كان في القلب، كل قلب كان فيه إيمان ستحول هذا الإيمان في القلب إلى أنوار حسية يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. نور القلب، نور الإيمان اللي كان معنوي في الذي كان معنويا في الدنيا ينقلب إلى نور حسي يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم وعن يمينه وأمامه يضيء له الطريق. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار الخالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. طب والطرف الثاني اللي كان بخالط المؤمنين سيكونون موجودين لكن لا، قلوبهم مقفرة من الإيمان، فلذلك لم يجدوا نورا، طفئت أنوارهم عند الصراط. نعم، ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ينتظرون أو انظروا إلينا نقتبس من نوركم نمشي على هداكم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجع في الخلف، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فلما رجعوا والتزموا فضرب بينهم بسور له باب، هي الخداع اللي كانوا في الدنيا عليه، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين وظاهره باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، والعذاب عند الجدار أمامهم ينادونهم ألم نكن معكم، كنا معكم في الدنيا والله، محمد وأحمد وإسماعيل وفلان وعبد فلان وعبد كذا ولا عبد الله وعبد الرحمن وهلم جرا، ألم نكن معكم، ابن أبي عبد الله بن أبي ابن سلول، ألم نكن معكم، قالوا بلى يعني كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، إذا أذى من الخداع اللي ربنا يخدعهم به جزاء من جنس العمل، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والناس دي وهؤلاء ما هي الإشكالية عند هؤلاء؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في المرض، في قلوبهم مرض، المرض مرض القلب بمعنى اعتلاله وخروجه عن صحته، وعلامة صحة القلب أمران: حبه للتوحيد والإيمان وإيثاره للتوحيد والإيمان على غيره، هذه علامة صحة القلب، لا يؤثر شيئا على الإيمان ولا على الحق، الحق أحب إليه من أهله وماله وولده، هذه علامة صحة القلب. وعلامة اعتلال القلب أمران: بغضه للحق وإيثاره لغيره، يعني لغير الحق على الحق، دي هذه علامة مرض القلب. شوف واحد كده حول لا قوة إلا بالله، شوف واحد ملتزم متسنن كأنه رأى شيطانا لا يعذب الله، فتعرف أن عنده إشكالية، في إشكالية والله في قلوبهم مرض. فالمرض الذي عند هؤلاء المنافقين اللي هو بغضه للحق وإيثاره لغيره أورثه إيه؟ أورثه شك في الحق، فقلبه ممتلئ بالشك والذيبة، شك في التوحيد وشك في رب العالمين وشك في أوامر الله ويكذب بيها، في قلوبهم مرض، وهذا مرض. والمرض داخل اللي انتبه قد يكون مرضا يصيب الجسد وهو أمراض القلوب، استغفر الله، أمراض القلوب، أمراض الجسد معروف، لكن الأمراض التي تصيب القلوب نوعان: أمراض شهوة تصيب القلوب بالشهوة، فتجد أن صاحب القلب المريض بالشهوة هذا بيميل في كل أحواله إلى المعاصي والفجور، هذا مرض كما قال، وهناك مرض شبهة مثل النفاق والشك. والمرض الثاني أردأ من المرض الأول، والمرض الأول ذكره الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة،
وقلنا قولا معروفا قول متزن، المرأة لما تتكلم تتكلم بكلام لا في لين لا بالعكس أقرب إلى الشدة والخشونة حتى يعني، وقلنا قولا معروفا. لكن المرأة ما تتكلمش على طبيعتها لما تتكلم مع رجل فيه الليونة ونحو ذلك لا، وهذا الخطاب لزوجتنا النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهن من فضليات المؤمنات، بيطمع الذي في قلبه مرض. والنوع الثاني من المرض اللي هو مرض الشبهة ده مثل النفاق والشك، وهذا أفضأ من الأول. الأول ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك، المصيبة عند هؤلاء في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزاد، والمرض هنا نكرة ليدل على أنه مرض داء عضال، ولذلك ربنا نكره مرض ليس معرفة، لأنه غير مرض يعني منكر لا يعرف خطورة هذا المرض، لا يعرف خطورته إلا الله سبحانه وأصحابه عارفين خطورة المرض ده. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا عقوبة لهم، شو مرضوا بهذا الشك يبقى ربنا زادوا إيه. فكما أن الله جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زدناهم هدى، فربنا كما أن الله جل وعلا يزيد المؤمنين من الهدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، كما أن كذلك يزيد الله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هو كان يحب كان محبين للنفاق والشك، يبقى إذن فزادهم الله مرضا في الدنيا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في الآخرة. شوف هنا قبل كده يقول إيه وما يشعرون، يبقى نفع عنهم الشعور، وأنا أيضا أثبت عنهم إيه أثبت عليهم الكذب، ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة كما قال. والعذاب الأليم ده مفسر في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نسأل الله السلامة والعافية. النار دركات، والدرك الدرك نزول والدرج صعود، ها لها سبعة أبواب والجنة لها ثمانية أبواب. من قال حين من توضأ ثم قال لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، فتحت له أبواب الجنة ثمانية كما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنار دركات لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود، يبقى في تحت، يبقى هم في آخر الطبقة في النار اللي عند أصل النار. صلى الله السلام والعافية. إن منافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجدوا نصيرا إلا الذين تابوا أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، يبقى ده فتح لهم باب التوبة أيضا يعني. حتى لمن يريد أن يتوب يتوب، من تاب تاب الله عليه، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هنا سؤال أورده العلماء، طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم منافقين ولا 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 لا يعلمه؟ لا يعلمه. حذيفة رضي الله عنه كان عنده إيه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلن أسماءهم على الملأ، لا خص واحد فقط حذيفة. حذيفة ده كان له خصوصية مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان من فقه حذيفة، كان عنده علم، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على الفتن والأحداث والملاحم، فلذلك خصه النبي صلوات الله وسلامه عليه بأسماء المنافقين بأسمائهم جميعا، فلان وفلان 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 وفلان، وكثير من الصحابة لا يعلمون. حتى كان عمر رضي الله عنه الفاروق الملهم المحدث يذهب إلى حذيفة رضي الله عنه، عمر الفاروق الرجل الثالث في هذه الأمة، والله العظيم بعد عمر لا يطمئن أحد على نفسه من النفاق، والله العظيم عمر الفاروق الملهم المحدث الذي مصر الله به الأمصار وكسر به القياصرة، نعم وكسر به الأكاسرة وقصر به القياصرة، يذهب لحذيفة رضي الله عنه ويقول نشدتك الله سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عمر ما غض عمر رضي الله عنه الفتوح التي فتحها ولا الأمصار التي مصها ولا الأيادي البيضاء ولا نشر الإسلام ولا الزود عن الإسلام، ما غض عمر رضي الله حتى صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما غض ذلك، وقال ناشدتك الله سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطمئن على نفسي من النفاق بعد 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 عمر؟ قال ابن أبي مليكة أدركت 32 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أدركه كلهم يخاف على نفسه النفاق، وما أحد منهم يقول إيماني على إيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كل واحد من الصحابة كان يخاف على نفسه النفاق. ابن أبي مليكة من خيار التابعين. ومع ذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. نعم، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال عمر وفعل حاطب ما فعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم حاطب إيه؟ قال النبي عمر إيه؟ وما يديك، حاطب كان بدريا وقصته ذكرت في سورة الممتحنة، قال وما يديك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، حاطب لم يكن قد نافق أبدا، لكن عمر لما قال دعني رسول الله أضرب عنقه فإنه قد نافق قال دعه يا عمر، قال وما يديك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم لقد غفرت لكم، لكن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. هم الناس دي في الظاهر إيه؟ صحابة ولا لا؟ صحابة. طب البعيد الأعراب الذين في خارج المدينة لما يسمعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فلانا وفلانا وهم في الظاهر إيه؟ أصحابه. يبقى النبي صلوات الله وسلامه عليه دفع أعظم الضررين، لأن الكلام ده حيصد الناس عن الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه لأنهم في الظاهر صحابة والباطن كفار، فلذلك لم يقتلهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقبل منهم إيه؟ قبل منهم الظاهر. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول أيضا من حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم لأنهم قبل منهم ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل فيحاسبون عليها في الآخرة. فلذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.